بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، نستأنف دروسنا في هذه الليلة المباركة، وكانت قراءتنا في كتاب النكاح. وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ليسهل على طالب العلم أن يلم بها. والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. عقد الزوجية الصحيح، لأن عندنا عقد غير صحيح. ما هو هذا الذي غير صحيح؟ هو النكاح الباطل، وأيضا هو النكاح الفاسد. ما الفرق بينهما أيها الأحباب؟ قلنا الباطل ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. والأركان ثلاثة، يعني أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين ابنتي ليلى، ابني محمد، التعيين، والرضا. ما في شيء يكون بدون رضا، لابد أن يكون الزوج راضي والزوجة راضية أيضا. والشهادة لابد أن يشهد ليعلن وليفرق بينه وبين السفاح. وأيضا الولي. فالمرأة مهما كانت عقلا ومعرفة وبعد نظر ودراية، لا يمكن أن تعقد لنفسها ولا لابنتها، وإنما الرجل هو الذي يعقد. وإذا لم يكن لها ولي، فيمكن للحاكم أن يتولى الولاية ويقوم بالعقد ويكون هو وليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل. ثم ذكرنا شروط في النكاح: شرط يعني صحيح وعقد صحيح، وشرط باطل وعقد صحيح، وشرط ونكاح باطل وعقد باطل. وذكرنا هذه الأمور وميزناها. ثم انتقلنا إلى العيوب. قد يكون هناك عيب في الرجل إذا كان عنين، إذا كان مجبوب. وقد يكون هناك عيب في المرأة إذا كان هناك رتق أو قرن أو عفل من العيوب التي تكون في النساء داخل الثياب. وميزنا ما يمكن قبوله وما لا يمكن، وما ولمن يكون الخيار. بقي علينا الآن، عندنا يعني جزء يسير عن أن إذا كان هناك شيء يعتبر عيبا وهو غير موجود الآن. يعني لو أن الرجل تزوج ووجد المرأة رقيقة، يعني غير حرة، أو المرأة تزوجت وعلمت بعد ذلك أن زوجها رقيق. والرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. يريدنا سؤال: ما هو الرق؟ نقول الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر.
عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. قد تكون المرأة رقيقة وقد يكون الرجل رقيقا، وإذا علم الرجل أن المرأة رقيقة قد لا يرغب فيها لأن أولاده سيكونون أرقا، لأن الرق لأن المولود يتبع أمه حرية ورقة. وإذا كانت المرأة حرة وتبين لها أن الزوج رقيق فكذلك يعتبر عيب. فما هو العمل؟ قلنا أولا الرق لا يوجد لدينا الآن، الرق أو المبعض، أحيانا نقول رقيق وأحيانا نقول مبعض، ومعنى مبعض الشيخ صديق يعني نصفه رقيق ونصفه حر، نصفه ربعه رقيق ولا ثلاثة الأرباع حر، أو المرأة كذلك مبعضة. لكن نقول هذا لا يوجد لدينا الآن، لا يوجد البتة، فلا يوجد لدينا أرقاء. وقلنا في البداية بأن الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء. من يدعي شخصا يقول هذا رقيقي أملكه كما أملك مالي، يقال له أثبت، فإذا أثبت دفعت الدولة قيمته وأصبح الرجل أو المرأة حرا والمرأة حرة، وإذا لم يثبت فدعواه ترد، وإلا فإن الناس كلهم أحرار. لكن نقرأ هذا الفصل الآن، إذا كان الزوج رقيقا هذا في عيب، وإذا كان المرأة رقيقة هذا عيب. وليس لدينا الآن لا رجل رقيق ولا امرأة رقيقة، وإنما كتبه المؤلف قبل كم؟ قبل يعني عام 600 حوالي، قبل يعني قبل 800 سنة كتب هذا، وفي وقته كان هناك أرقاء. لكن نقرأ الآن ما ذكره المؤلف ليقف طالب العلم على هذه المسائل ونتذاكر بها، ثم ننتقل إلى باب قد نحتاج إليه أو الحاجة تدعو إليه. هل يجوز للرجل أن يتزوج كتابية؟ هل يجوز له أن يتزوج نصرانية مثلا؟ هل يجوز له أن يتزوج من المجوس؟ هل يجوز له أن يتزوج من الهندوس أو ما أشبه ذلك، أو من يعني ممن لا يدين بدين؟ ووضحت الشريعة ذلك وجعلته أمامك أيها الأخ المبارك لتعرف حقيقة المسائل وما يترتب عليها. وعلى العموم يجوز للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية، ولا يجوز للرجل ولا يجوز للكتابي أن يتزوج مسلمة، لأن الرجل إذا تزوج كتابية فهي ستتعثر بأخلاقه الفاضلة وسجاياه الحميدة وحسن التعامل، فسرعان ما تسلم، فيكون سببا في هدايتها وفي إقبالها إلى الحق وفي رجوعها إلى الصواب، لأن الرجل له تأثير على المرأة. لكن إذا تزوجت المسلمة بكتابي قد تنحرف عن الجادة وتبتعد عن الطريق السوي، لأنها تكون تبعا لهذا الزوج، وهذا الزوج قد يغويها. فنحن الآن سنقرأ المسائل لنقف على حقيقتها، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. وفي آخر اجتماعنا هذا نتناقش في بعض المسائل لنستفيد منها، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: إذا فسخت قبل الدخول سقط مهرها، لأن الفسخ من جهتها. وعنه اقرأ من الأول. إذا فسخت قبل الدخول سقط مهرها، لأن يعني المرأة فسخت، أرادت أن تفسخ النكاح قبل الدخول فلا تستحق مهرا، لكن إذا دخل فإنها تستحق المهر وعليها العدة. والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول: يا شيخ تركي، إذا أغلق بابا وأرخى سترا
وجب المهر ووجبت العدة. مش معنى هذا يعني إذا كانت هي يعني مثلا محمد عقد على ليلى مجرد عقد نقول أصبحت زوجته شرعا له أن يفعل ما أحل الله للرجل من أهله. طيب لو أرادوا الانفصال قبل أن يتم الدخول نقول هل جلست هي وحده وأغلقوا الباب؟ لقالوا نعم. نقول تستحق المهر كاملا وعليها العدة. إذا قالوا لا الباب مفتوح لكن مثلا وأمها تمر وتسلم وأخوها وأبوها نقول لا إذن هذا لا تستحق المهر كاملا وإنما إذا جاءت الرغبة من قبله تستحق النصف وإذا جاءت الرغبة من قبلها فلا تستحق شيئا لأنها هي التي رغبت في الانفصال. وأما إذا أغلقوا الباب وأرخوا الستر فإنها تستحق وعلى أي منهم أن يذهب إلى الغار إلى من غره ليعوضه. نعم لأن الفسخ من جهتها وعنه يجب نصف المهر للسيد ثانية. وقلنا يا شيخ تركي أيضا بأن هذا الكتاب إنما هو لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا وقطعوا يعني مثلا مجالا فهموا فيه كثيرا من المسائل فهو ألفه لهم لأن الكتاب كما قلنا اسمه الكامل لابن قدامة الكامل لابن قدامة وقد ألف 4 كتب. الأول الشيخ صديق اسمه العمدة للمبتدئين ثم المقنع لمن قطع مرحلة في طلب العلم ثم الكافي لمن قطع مرحلة أطول ثم المغني وهو أكبرها وهو في 15 مجلد. نعم فيذكر روايتين لأجل إذا عرضت المسألة على قاضي يجتهد فيها ويعمل ما به براءة الذمة. وقلنا قاعدة لدينا الشيخ عثمان بأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولا يجوز لنا أن يعني نغير في حكم قاض إلا في حالات إذا خالف شيخ تركي إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع فنحن نتعرض له. وأما إذا كان بني على الاجتهاد ولم يخالف نصا من كتاب ولا سنة ولا إجماع فنحن نعمل به ولو كان مرجوحا لأن اجتهاد القاضي هداه على إلى هذا القرار. نعم وعنه يجب نصف المهر للسيد لأنه لأن نصف المهر للسيد لأن هذه أمة والأمة وما تملك لسيدها. نعم لأنه المستحق له فلا يسقط نصفه من جهة غيره وإن رضيته فالمهر للسيد لأنه استحقه بالعقد وإن فسخت بعد الدخول استقر المسمى للسيد لأنه وجب له بالعقد واستقر بالدخول فأشبه ما لو ارتدت وإن طلقها قبل اختيارها. يعني قال مثلا تريدين هي عتقت ثم بعد ذلك نعرف إذا كان زوجها رقيقا فهي تخير إن رغبت في الاستمرار معه فلها ذلك وإن رغبت في الانفصال فلها ذلك لكن لازم أن تبادر. لكن لو أسلم لو عتقت ثم بعد ذلك ومكنته من نفسها نقول إنها رضيت وليس لها أن ترجع. نعم وإن طلقها قبل اختيارها وقع طلاقه ولسيدها نصف المهر إن كان قبل الدخول وجميعه إن كان بعده. وقال القاضي المرأة تستحق كامل المهر بعد الدخول وأما قبل الدخول
بالعقد فتستحق النصف وليس الكل. وقال القاضي: طلاقه موقوف، إن فسخت تبينا أنه لم يقع، وإن لم تفسخ وقع، ولنا أن يعني ولنا أنه طلاق من زوج جائز التصرف في نكاح صحيح، نكاح صحيح بينهم فوقع كما لو لم تعتق، يعني كما لو كانت عمة، كما لو لم تعتق. فصل: وإن طلقها الزوج طلاقا بائنا، لأن عندنا طلاق اسمه طلاق بائن وطلاق اسمه رجعي، فإذا طلقها طلاقا بائنا يعني ثلاث، وإذا طلقها طلاقا رجعي يعني واحدة. فيقول هنا: وإن طلقها طلاقا بائنا ثم اعتقت. نعم. وإن طلقها الزوج طلاقا بائنا ثم اعتقت فلا خيار لها، لأنه لا نكاح بينهما يفسخ، لأن النكاح انفسخ بالطلاق البائن، انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق البائن. نعم. وإن كان رجعيا فلها الفسخ في العدة، كان رجعيا فلها الفسخ ما دامت في العدة. والمعتدات مر بنا ست، منهن تعتد مثلا مدة الحمل، ومنها دواء صاحبة الأقرى ثلاث حيض، ومنها الصغيرة والآيسة ثلاث أشهر، وهكذا. فهي ما دامت في العدة لها الخيار. نعم. لأن نكاحها باق ويمكن فسخه، فإذا فسخت انقطعت الرجعة وبنت على ما مضى من العدة، كما لو طلقها بائنة. وإن اختارت المقام معه، قالت أرغب أبقى عنده، نعم، بطل خيارها، لأنها يعني ما تقول بكرة ولا بعد ولا أريد الانفصال كذا شغالي، إن اختارت البقاء معه فليس لها الانفصال. إذا اختارت البقاء معه، شوف يا شغالي، نقول إذا اختارت البقاء معه ليس لها أن تعدل وتقول لها أنا عدلت وأريد انفصل. إذا أظهرت الموافقة ومكنته من نفسها فدليل على رضاها. نعم. لأنها حالة صح منها اختيار الفسخ، فصح اختيار المقام كصلب النكاح. فصل: السبب الثالث الغرر. فلو تزوجت المرأة رجلا مطلقا أو على أنه حر فبان عبدا، فلها الخيار في فسخ النكاح، لأنها إذا ملكت الفسخ بالحرية الطارئة فللسابقة أولى، ولها الفسخ من غير حاكم كما لو عتقت تحت عبد. ومن جعل الحرية من شروط الكفاءة والكفاءة من شروط النكاح أبطله لفوات شرطه. فصل: وإن تزوج أمة على أنها حرة، أمة على أنها حرة وإذا بها رقيقة وليست حرة، أو يظنها حرة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء، فالنكاح فاسد. لحظة، أعد العبارة واشرحها يا شيخ بكاي. وهو ممن، وهو ممن لا يحل وإن تزوج أمة على أنها حرة أو يظنها حرة، يعني توقع أنها حرة. نعم. وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء، لأنه لا يحل نكاح الإماء إلا لمن لم يجد مهر حرة ولا قيمة أمة. هو يعني بعض الناس، نقول فلان من الناس يجوز له أن يتزوج عمه، فلان من الناس ما يجوز. طيب وش الفرق بينهم؟ يعني مثلا نقول سعد يجوز، سعيد لا يجوز. لماذا؟ نقول سعد لأنه قادر يشتري حرة، يشتري أمه،
فتكون بملك اليمين. وجاء وقادر انه يتقدم على زيد ولا عمرو يخطب بنته، لكن الثاني سعيد قيمة الحرة مهر الحرة ما عنده، وقيمة الأمة ما عنده، فقد إذا تركناه هكذا ينجرف ويسلك طريق الغواية ويسلك، فنريد أن نعفه فنجيز له نكاح الأمة لأجل الإعفاف، لأنه لا يجد مهرا للحرة ولا قيمة للأمة، فمعناه أنه قد نعرضه للخطر. كذا يا شيخ تركي؟ نعم. فالنكاح فاسد وعليه فراقها متى علم، وحكمه حكم الأنكحة الفاسدة في المهر وغيره، وإن كان ممن تحل له الإماء، تحل له الإماء لقلة ذات يده، لأنه ليس لديه مبلغ يشتري جارية، وليس لديه مبلغ يدفعه مهرا للحرة. نعم. فالنكاح صحيح لأن فوات صفة في المعقود عليه لا تفسد العقد، كما لو تزوجها على أنها بيضاء فبانت سوداء، وفي الموضعين متى تزوجها على أن شكلها كذا فتبين أن شكل ثاني، تبين أنه يختلف عن ما أراد. نعم. وفي الموضعين متى أصابها فولدت منه فالولد حر، حرا كان الزوج أو عبدا، لأنه اعتقد حريتها، إنما الأعمال بالنيات، واعتقد أنها حرة فتزوجها لذلك. نعم. وعليه فداء أولاده، يفديهم كل واحد بكذا. كيف يفديهم؟ نقول إذا كانوا الأولاد الصغيرين يباعون مثلا قيمتهم على 500 ريال، قيمتهم على 1000 ريال وقت الولادة، فنثمن قيمته وقت الولادة وندفعه لصاحبه، ويكون الولد حرا لأن هذا الرجل أقدم على أنه حر ولا يريد استرقاق أولاده. نعم. لأن عمر وعليا وابن عباس قضوا بذلك، وعنه ليس عليه فداؤهم لأن الولد ينعقد حرا فلم يضمنه لسيدها لأنه لم يملك، وعنه يقال للزوج افتدي ولدك وإلا فهم يتبعون الأم. والمذهب هو الأول، والمذهب الأول، وله فسخ نكاحها إن أحب، لأنهم غروه قالوا إنها حرة وهي غير حرة، لأنه غرور بالحرية أشبه غرور المرأة، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، لأنه بناء على طلبها، لأن الفسخ لسبب من جهتها، وإن فارقها بعد الدخول فعليه المهر بما أصاب منها، ويرجع بما غرمه من المهر. وفداء الأولاد في الموضعين على من غره، لأنه غر، ومن تسبب في هذا الغرار فإنه يلزمه دفع ما يترتب عليه. نعم. وفداء الأولاد في الموضعين على من غره، نص عليه أحمد وذكره الخرقي، لأن الصحابة الذين ذكرناهم قضوا به، وعن أحمد لا يرجع بالمهر. أحمد هو إمام آل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. أبو عبد الله. نعم. وهو اختيار أبي بكر، لأنه يروى عن علي رضي الله عنه، ولأنه وجب في مقابلة نفع وصل وهو الاستمتاع. نعم. نفع وصل إليه، وظاهر المذهب الأول، لأن العاقد ضمن له سلامة الوطء كما ضمن له سلامة الولد،
فوجب أن يرجع به كقيمة الولد. فصل. ويفدي الأولاد يفدون بالقيمة، هذا على قول. طيب متى؟ إذا أنت من الرضاع، إذا أنت بدأ يمشي، إذا دخل المدرسة، متى؟ قال عند الولادة، يفدون عند الولادة. نعم. ويفدي الأولاد بقيمتهم يوم الولادة، لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه، نعم، عن عمر رضي الله عنه، ولأنه محكوم بحريتهم وقت الولادة، حكمنا بالحرية يوم وضعهم، فاعتبر فداؤهم يومئذ وهو وقت الولادة. وتجب القيمة لأنه ضمان وجب لفوات حرية. اعتقد أنهم أحرار وإذا بهم أرقى تبعا لأمهم، والطفل يتبع أمه حرية ورقة، هذا في وقت ما كان الرق موجود، أما الآن فلا يوجد كما أشرنا، فالدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقى. نعم. فأشبه ضمان حصة شريكه إذا سر العتق إليه، وعنه يفديهم بعبيد مثلهم، يعني يشتري عبيد مثلهم ويسلمهم للرجل اللي له الحق. نعم. لأنه يروى عن عمر أنه قضى بفداء ولده بغرة غرة، مكان كل غلام غلام، ومكان كل جارية جارية. نعم. تماثلها. ولأن الولد حر فلا يضمن بقيمته كسائر الأحرار، وعنه أنه مخير بين هذا وذاك. نعم. بين فدائهم بمثلهم وقيمتهم، لأن الأمرين يرويان جميعا عن عمر رضي الله عنه. نعم. فإن فداهم بمثلهم وجب مثلهم في القيمة، اختاره أبو بكر لأن الحق ينجبر بذلك، ويحتمل أن ينظر إلى صفاتهم تقريبا، لأن الآدمي ليس من ذوات الأمثال، ولا يفدى منهم إلا من ولد حي. يعني لو سقطوا ميت ما له قيمة، ليس له قيمة يفدى بها. نعم. إلا من ولد حيا في وقت يعيش مثله، سواء عاش أو مات بعد ذلك، لأن غير ذلك لا قيمة له. نعم. فصل. وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار، لأنه وطئها يعتقد أنها حرة، والولد يتبع أمه، فرغب في أن يكون له أولاد أحرار. نعم. يعتقد حريتها، فكان ولده حرا كولد الحر، وعليه فداؤهم لأنه فوت رقهم. وهل يتعلق فداؤهم برقبته أو بذمته؟ على وجهين، أحدهما برقبته كأرش جنايته، والثاني بذمته كعوض الخلع من الأمة، ويرجع به على من غره. فإن قلنا برقبته رجع به في الحال، يعني على طول. لأنه يؤخذ من سيده في الحال. وإن قلنا يتعلق بذمته لم يلزمه أداؤه حتى يعتق، لأنه الآن رقيق، وما دام رقيقا فلا، وإذا عتق لزمه. ولا يرجع به حتى يغرمه، لأنه لا يرجع بشيء لم يفت عليه، وتتعجل حريتهم في الحال،
وللعبد الخيار إذا علم، ويحتمل ألا يثبت لأنه فقد صفة لم ينقص بها عن رتبته، فأشبه ما لو شرط نسب المرأة نسب امرأة فبان خلافه. والأول ظاهر المذهب لأنه مغرور بحرية، فملك الفسخ كالحر الذي يباح له نكاح الإماء. والحر الذي يباح له نكاح الإماء هو الذي لا يستطيع ثمن الجارية ولا مهر الحرة، ويخشى على نفسه من يعني من الضرر أو من الوقوع في المحذور، ويريد أن يعف نفسه. لأنها مغرورة بحرية من ليس بحر، أشبهت المرأة الحرة والعبد المغرور، ويحتمل ألا يثبت لها خيار لأنه يكافئها ولا يؤثر رقه في إرقاق ولدها، فأشبه ما لو شرطت فأشبه ما لو شرطته أشرف نسبا منها أشراف، فتبين أنه مثلها. فصل. فإن غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاءة فقد مضى القول فيه، وإن لم يخل بهما ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له. فصل. فإن غرها بنسبه وكان مخلا نعم، فإن غرها بنسبه وكان مخلا بالكفاءة فقد مضى القول فيه، وإن لم يخل بها ففيه وجهان، أحدهما لا خيار لها لأن زيادة نسبه عليها لا يضرها فواته، فأشبه ما لو شرطته جميلا أو فقيها فبان بخلافه، والثاني لها الخيار لأنها شرطت ما يقصد فأشبه شرط الصفة المقصودة في البيع. فصل. وإن شرطها بكرا فبانت ثيبا، نعم، فبانت ثيبة أو نسيبة أو جميلة أو بيضاء فبانت بخلافه ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى العيوب السبعة الرتق والقرن والعفل إلى آخره، فلا يرد بمخالفة الشرط كما لو شرطت ذلك في الرجل، والثاني له الخيار لأنها صفات مقصودة فصح شرطها كالحرية، وإن شرطها مسلمة فبانت كافرة أو تزوجها في دار الإسلام يظنها مسلمة فبانت كافرة فله الخيار، لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد فملك الخيار به إذا شرط عدمه كالرق، وإن تزوجها على أنها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له، لأنها أعلى صفة، بدل أن تكون كتابية صارت مسلمة، والمسلمة أرفع قدرا وأعلى مكانة، لأنها زيادة. وقال أبو بكر له الخيار، له الخيار لأنه قد يكون له غرض في إسقاط العبادات عنها فيضره فواته، وإن تزوجها على أنها أمة فبانت حرة فلا خيار له لأنها زيادة، وكذلك لو شرطها على صفة فبانت خيرا منها لأنه نفع فلم يثبت به الخيار كما لو شرطه في المبيع. فصل.
الفصل. والسبب الرابع الإعسار بالنفقة، الإعسار بالنفقة ونحوها على ما نذكره في موضعه، ومخالفته شرطها اللازم كاشتراطها دارها ونحوها على ما مضى، والله أعلم. نكمل إن شاء الله باقي المسائل في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا كما هو متبع في فقه المواريث وتقسيم التركات، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أحد الأحبة يسأل يقول إيش الفرق بين الحد والقصاص؟ الحد هو الذي يجب تنفيذه، كأن يكون ثيبا زانيا، كأن يكون مرتدا وهكذا، فيجب تنفيذه، أو قطاع الطريق يقتلون حدا. وأما القصاص فهو إذا صار مضاربة بين اثنين وتوفرت الشروط فإننا واتفق الأولياء، لابد من اتفاق الأولياء المشتركين فيه على تنفيذه. أما لو عفى الأب أو عفت الأم أو عفى أحد الأولاد فلا قصاص، وإنما نرجع إلى الدية. بينما الحد لو قالوا قطاع طريق يجب التنفيذ، ولو قال الورثة لا نريد، أو يعني صار لهم رأي. فيعني الإنسان الذي نقول حد إذا فارق الجماعة وارتد عن الإسلام، أو ثيب زاني، وكذلك أهل قطاع الطريق، وكذلك السرقة، فإنها حد وليست قصاص. وأما القصاص إذا كان مضاربة بين اثنين أو كذا. ونعرف أيضا بأنه لو أن والدا قتل ابنه فلا قصاص، بينما لو أن الابن قتل أباه فإن عليه القصاص، ففرق بين الأمرين. طيب بسأل الشيخ تركي، لو أن رجلا قتل امرأته أو أن امرأة قتلت زوجها، فهل هناك قصاص أم لا؟ وقد مر بي قضية امرأة قتلت زوجها وحكمت فيها، وقضية أخرى رجل قتل امرأته وحكمت فيها، فما الفرق بينهما؟ والشيخ علي يدري. الشيخ علي ما شاء الله، لأني أذكر أني سألت الشيخ علي وحنا في الصحن قبل 10 سنين أو كذا وأجاب، والقضية مرت علي هذه وذي. هذه امرأة قتلت زوجها كذا، ورجل قتل امرأته، فهل فيهما قصاص أم لا؟ نعرف أنه لو أن الابن قتل أباه فالقصاص وارد، وإذا مثلا عفى بعضهم فمن حق ولي الأمر أن يقتل تعزيراً.